صباح الخير. هني يا ربي لا 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 شو هذا؟ شو اي دواء يا صلاح حبيبي؟ اي دواء يا شيخ؟ يا ربي اسميك مشكله، انت مشكله مشكله يا صلاح. عايز تقتل صلاح؟ سلم على حسين. ما عرفه ولا عرفه بعد صراحة عيب. صراحة تعرفه هذا؟ محرفة. هذا محسن. هذا هو هذا. هو هذا الصغير. صباح الخير. صباح الفل. بسم الله. مشكلة بس. يا ربي. ها صلاح. شو رأيك؟ زين يلا. ما في مشكلة. صلاح. بلا هي معاه؟ هي جاي من مصر هي اسد يصير ويانا. يا ايوه حسن شو رايك؟ احسن عن علي ولا تبع علي؟ لا هذا احسن. هذا احسن. شفت غير رايه. وين كذا؟ ها؟ على من علي؟ هي وهذا كذا؟ ادري به وايد يتكلم حبيبي، يتكلم وملغوث ملغوث. هذا يبوك اي شيء يسده، هذاك هامور. الحمد لله اليوم ما شيء زود حر. زود حر ماشي، كان خلاص بخبركم الظهر نص النهار يستوي شوية حر، لكن حر موت لا، يستوي شوية حرورة شيء بسيط لا يذكر. الحمد لله الله رحمنا بهالبصرة، أشوف دور مداربك كل تقطير مسوي لها بتقطير بخ شرات البخاري دور مدار البيت. الحمد لله الله رحمنا بهالبصرة هالسنة، كان يبقى عبالي يعني. يا ربي يا صلاح، صلاح هذا ترى داخل ما ببعيد، ليش تاكل لي تلفون ما ادري. ما شاء الله تبارك الرحمن، سكري وخلاص و من كل ما تشتهي النفس، من كل ما تشتهي النفس تبارك الرحمن. شو ما شاء الله شو ما شاء الله شو ما شاء الله شو ما شاء الله. وخنيزي تبارك الرحمن منوري حق محسن. ازيك حق هاي بعد وليش جالس مكاني؟ اللي قاعد مكاني لو سمح. يا جود مورنينج بالبنات، يا جود مورنينج بالبنات، جود مورنينج جيرلز، جود مورنينج جود مورنينج. دواركا هاو ار يو ماي سيستر، هاو ار يو ماي دوتر أم الحناية، how are you حبيبتي؟ you fine؟ شكرا شكرا. اليوم البدل قهواتية. أيوة هذا لو قهوة. بعد صلاح شو حاطين لك أنت؟ سيب أنا تغار مني، كل شيء تغار كل شيء تغار. اسمعنا صلاح شو بلاك؟ هذا شو هذا؟ شو هذا؟ هذه أربعة. هذا منديل. إيه. منديل. أربعة. بناخذ لك أبوي بدال الأربعة 40 حبيبي. 40. 40 بناخذ لك بدال الأربعة إن شاء الله. منور يا حق محسن منور. محسن. هاي. بقول لك فكر وروح راوي محسن وقول له. هاي. شوف هذا شوف. يقول لك شرأت هذا عاوز ياخذ زيده 40 واحد. 100 واحد. 40. 40 ولا 100؟ 100 100 منديل تاخذ له. مش هنا في بانكوك بعد شهر. بعد شهر افتكر من دلوقتي. زين شو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الفل. اها واحلى صباح عليكم كلكم. الله يخليك. وشرف لي ان انا قابلت حضرتك النهارده. طب ميرسي. رايح فين هناك؟ تعال كده. تعرف اللي وراك ده مين؟ ده محسن. اهلا وسهلا بك يا محسن. الحمد لله يا باشا. عامل ايه؟ تمام. مجمع اللوافه. اللهم صل على النبي. باين نفتح السفاره المصريه في بيتنا. على راس زين. على راس. انت جاي منين دلوقتي؟ انا جاي من بقت الياسمين. ليه؟ للزهور والشوكولاته. ليه جاي بقى؟ جاي عشان تاخذ الكروت دعوات الفرح بتاع احمد بن خالد الخالدي. بتاع عشان احمد بن خالد الخالدي. ايه عشان تزوجهم. تراهم ونرتبهم كده ترتيبه حلوه. ترتيبه حلوه تزويقه يعني. تليق تليق بتليق مع حضرتك. الله يخليك. الله يخليك.
ادي الكروت. هذه الكروت دول تزوقهم وترتبهم وتخليهم زي الورد زي زيك انت كده بقى. الله يخليك يا باشا. شوف لك حالك قدامك قد ايه اليوم ان شاء الله؟ اللهم صل. لان دولت هيروحوا مكان بعيد قوي، هيروحوا العين. دول هيروحوا العين وهم في العين. هم يروحوا العين وهم في العين. الله يخليك. شكرا على السؤال. شكرا شكرا شكرا. عندي ترتيبات معينه عايز اسال المدام عليها. ماشي يا اخوي ماشي. خلاص ماشي. من اول يا حاج محسن. من اول ايه القمر ده؟ ايه لهوي الشوكولاته. يا صباحكم خير ويا صباحكم نور ويا صباحكم سعاده ويا صباحكم بركه ويا صباحكم ان شاء الله رزق ونصيب من رب رحيم. ساير الله يحفظكم. ساير اول بادي بلديه مصفح اللي هي هني على الشارع الرئيسي. في عندي شغيل ان شاء الله اني بخلصه. وخلاف طالت اعماركم بسير مبنى طيران الاتحاد اللي في مدينة الشيخ خليفة. ليش ساير؟ يقولون شيء تغيرات وشيء امور وشيء اشياء وايد مستوي في طيران الاتحاد في كل شيء يعني. وقلت بسير اطمش وطالع واروي العالم شو اللي مستوي، وان كان شيء ملموس ومرئي بطالع وبصور وبحط لكم اياه. ما عندي مشكله. انا وين اسير ترى اصور. ما اسير بطريقه رسميه، انا اسير بطريقه شبه رسميه. انا كاشوفي يا عين شوفي علني، ما عندي شيء ضربه فيك وضربه في مصريك، لا. انا عندي كل علني جدا قدام ياه الله وعالمه. ما في شيء عندي انا اتروع منه ودا السنه، ما عندي شيء اداري عليه، او ما عندي شيء اني استحي اني اظهره او اتروع، لاني ما اسوي شيء غلط اللي هو يخليني اتروع او اني ادسه. فما في شيء يندس حينه ما حد يروم يغطي السماء بمنخل. السماء يتغطى بمنخل؟ ما يتغطى السماء بمنخل، مستحيل منخل يغطي السماء، ما حد يروم. فلذلك الانسان يوم بيعطيك شيء لازم بتشكره، بتصير عند حد بتطريه. انا ابوي مب اكل وتمخاتل او اسرط ولا اتكلم، لا والله انا يعني شيء اجسم واظهر الصاحب والصديق. ان صرت مكان وفي المدح بمدحه، ان شفت مكان وفي عذره بعذربه، وان شفت مكان في شيء ما يليق في المكان هذا لا والله بطريه. لان ابوي هاي حريه راي، حريه راي ما بمعاير. فرق بين المعاير وحريه الراي. حريه الراي لها حدود، وحريه الراي الله يحفظكم لها وقت الواحد يرمس بها، ولها قانون ولها ترتيب. يعني ما حد يروم يقول عن شيء ما استوى استوى، اني انا ما جيني وما سير ولا عطي ولا يعطوني، لا والله الحمد لله رب العالمين. الخير يجيني من كل باب ومن كل مكان، وين ما جبل وين ما جبل بويهي رب العالمين يحط لي الرزق والنصيب قدامي، ويهيي لي عيال الحلال اللي من يشوفوني يشلوني فوق فوق. خطر عليهم يحبوني على راسي من كبيرهم وصغيرهم، هذا شيء من الله سبحانه وتعالى. فأنا لأني أنا ما أزور على حد، ما أزور ولا أني أنا شلاب أو طلاب أو لا والله أنا الحمد لله من استويت أبوي في خير. هبتوني محدث نعمة من استويت في خير. هل يقولون والله هل بالسوشيال ميديا طلاليب؟ لا أبوي طلاب ما حد يطلب. وين طلبنا؟ لا بعيب ولا بمنقود، ما بعيب ولا بمنقود. الحكومة موجودة واجدتنها الدولة أنك تطلب اللي تباه، لأنك أنت مواطن مواطن ويحق لك تطلب اللي تباه من أي مكان. ومن استويت أبوي الدنيا وشبت بالجرنين، اللي عنده يعطي اللي ما عنده، واللي ما عنده يطلب من اللي عنده وبيعطيه. والمصريين يقولون المليان ينقط على الفاضي، ترى لا بغلط ولا بمنقود. وهذا شيء من استوت الدنيا. واني انا يوم حد بيعطيني شيء ولا بعطي حد شيء بيجلسون يحطوني قبه الدقاله. ترى ابوي تو ياما حصلت الدنيا والدين،
شبيت وايد انا علي حصلت صحن شاكليت ولا قليب ولا سلسله ولا مضرب ريح ولا اي شيء. هذا وايد، هذا ما بوايد. لكن الحمد لله انا ابوي اطري واقول الحمد لله رب العالمين اللي الله ارزقني هالشيء، واشكر من لا يشكر للناس لا يشكر لله سبحانه وتعالى. فالحمد لله انا ابوي مدرك شو اقول شو ما اقول. انا ما سويت شيء غلط وبتروع اني اظهره، ما عندي شيء محظور وممنوع بيعه وبعته، ولا هذا موسم تكاثر وقالت القوانين ممنوع ابوي صيد الشيء هذا، وثرت وصدت ويبست وبعت بعشرات الملايين وبالالاف، وازم ابوي رصيدي اميات الملايين، ازم رصيدي اميات الملايين من بيع هذا اللي قال ابوي. هذا ابوي تكاثر ولا حد يزخه ولا حد يبس ولا حد يبيع ولا حد يتصرف فيه. هذا حين اشوف الناس اللي تغض النظر عن شيء وتصفد يوم اللي تباله تقول زين وعدل وهذا مايل. ليش؟ من عيوب الناس نتفكر ومن عيوبنا نتستر. لا والله انا ابوي ما اسوي شيء واخيل منه، مثل ما قلت لكم كان شوفوا يعني شوفوا. والاجبارات هذه تبيع السمكان وتبيع الحبول وتبيع الدوسان وتبيع، هذا ابوي ترى محطوط علني. الاجبارات هذه اللي في البطين وغير البطين وشرق وغرب تدريبها ابوي الرب والعرب، ما حد يغطي السماء بمنخل. السماء مره ما حد يروم يغطي بمنخل، ما شيء شيء بالستر. ادريولي سواتيل وين سايرين؟ سايرين ابوي نشتري سمك من الشبره الفلانيه، الدتش الفلانيه، في البقعه الفلانيه، ثلثين ابو ظبي تاخذ من هالمكان، ثلثين حسب شي فقاره اللي في الشبره اللي منك ما بمصفدين كار. شو السبب؟ هذا ابوي ردا على الرمسه البارحيه، من دق الباب يا اهل جواب، من دق الباب يا اهل جواب. انا ما عندي في ما من الانسان ابوي، انا ما بضعيف ولا بالطوفه الهبيطه ولا بني ابوي ضعيف الجمعه ولا في شف من حسن، لا اللهم لك الحمد. انا لا طريت حد، وانا ابوي لا طريت اسم حد، ولا يخصني فلان ولا علان. وايدين بعد يحوطون يبيعون حبول في الميالس في رمضان، وانا العام بعد مصور هندياي تحيدون العام صور انه قدام ياهت الله وعالم حبول يبيع. وين هذا يابن الحبول؟ من كيرلا؟ ما بيابن من كيرلا، يابن ابويه من عند الناس اللي تشق وتبيع الشيء الممنوع، ويحوطون ابوي من بيت لين بيت وبارقام التليفونات علني، الناس كلها تدريبها وكلها تحسبها وكلها تعرف. والناس ابوي ما بمينن والله، هذا موجود الشيء هذا ما بالبيع، لتعليم. منو قال تعليم؟ لا لا لا، التعليم 1%، والتجارة 99%. ها رمستن ابوي الواحد ابوي اي من دونها، الناس ابوي مش مع عبطاء ولا باغبياء، ومن دق الباب يا اهل جواب يا ركم الله. ابوي ما عندي حين انا مياه احرجها بالاصباخ ولا لي بارض ابوي، هذا ابوي نقطه هيض من فيض او غيض من فيض ما ادري يسمونه، هاي ابوي نقطه من محيط. وهالشيء اللي طريناه نحن هذا موجود من متى؟ اكثر من 30 سنه على هالمهرة، أكثر من 30 سنة. ولا وين ضالت هالملايين؟ وين ضالت هالكوك؟ من الهواء؟ ما ضالت من الهواء، ضالت أبوي من هالشيء. وما قلنا لكم من قبل، من دق الباب يا أهل جواب. لا قلت أبوي فلان هذا يمصمص عظام كأنه كلاب، كأنه كلب، وعلان أبوي ياكل موز كأنه قرد، وهذا ما أدري شو يسوي كأنه ما. لا أبوي أنا أبوي حشيم عن الرمسة الفارطة، ولا أرمس الرمسة اللي فيها تجريح، أنا أجيبه بصفة عامة. هذا أبوي الشيء ممنوع، مكان فيه أبراج وفيه خير وفيه بيوت المعول وفيه بيوت سعادة ومعالي، وينباع فيه وراء ظهورهم بيوتهم سمك. والمشكلة البيع هذا مش بالستر، علني، ساتون الدريولية، عشرات الدريولية أو أميات، ثلثينهم يسرون أبوي ياخذ مهد. واليوم والله لا، هذا المكان لتعليم، لا بلا تعليم ولا الله قال. أنا أبو قلنا لكم حد يغطي السماء بمنخل، حد يغطي السماء بمنخل. يلا هاي ترى آخر مرة بتكلم فيها المواضيع، وثاني مرة ما بطري لا زيد ولا بعيد ولا يخصني.
ذاك البيت الفلاني وهذاك البيت العلاني، نحن ندريب ان هذاك البيت الفلاني وندريب ان هذاك البيت العلاني، ونحن مياورين البيت هذاك العلاني اللي انت تشوفه الا من بعيد لين بعيد او تشوفينه من بعيد لين بعيد، احنا مياورين ابوي 40 سنه لي دار بلي دار، تونا نحن متحولين وبيتنا ما زال لين اليوم لين باكر موجود بين البيت هذاك وهذا 500 متر فرت حصاه، 500 متر موجود لين اليوم لين باكر، ومعروف عقب ما توفت حياة مايا منو يوم بعناه منو خده البيت، ها الرمس ابوي كلها هذاك. يا سلام سلم، اقول انا ابوي وصلت ابوي وبطالع ابوي مكتب طيران الاتحاد وبتجول وحط راسك ابوي في الخداع وفك عمرك من الصداع ياركم الله. ما شاء الله، من متى وانا الف دور ما داره، مليون بواب ومليون شيء بنيان ولايتي، ما بأي بنيان يعني شيء عظيم. عمار 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 يا بلادي، عمار عمار يا هالبلاد، يا الله يا رب تحفظها من دار. هذا ابوي مكتب طيران الاتحاد. Thank you very much. بلاد 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 يا الله، يا لهيلك انا شال ابوي اسم الاتحاد، شال الشركه، شال اسم شو؟ طيران الاتحاد. اذا طيران الاتحاد ما يسوى لها الابها كلها، حق وين وحق منو بتسوى؟ في خاطري عادي المبنى وطالع واتفرج ومتع ناظري بهالترتيب كله، تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والله يا ابوكم انك تزيق من تدخل هالمكان، مليون سيكوريتي ومليون شيء، ويا ربي شيء مهول. اتوقع لو يخلون يفتحون مجال للطلبه لفئه عمريه، اتي طالع هالشيء اللي انا اشوفه للطلبه او للزوار او كسياحه، هذا معلم سياحي، معلم سياحي روحه، هذا معلم سياحي ومقتصر، كان ريت واحد توقع إلا بس إلا على الموظفين، لو يفتحوا العربة هني تطمش شوي طالع تشوف منجزات سدك عام زايد years of زايد 2018. شو ما شاء الله تبارك الرحمن. سمعت يقولون شيء مبادرات إنها في احتمال يتريون الحين بالترتيبات مال اوراقهم، ان يعني يفتحون المجال للطلبه الصغار عسب يبونهم المبنى جدا الاكاديميه، عسب يزرعون فيهم حب روح الطيران. المبادره الله يحفظكم مش شيء جديد، المبادره ثرها من اول ما تم وضع اسم عام زايد على 2018 وجدت الفكره هاي، وجد القبول، والحين في قيد الإجراء. إن شاء الله بأسرع وقت كل شيء بيستوي إن شاء الله. قلت ما بخلي مكان ما بصوره، هذا وقت أبوي فسحة تم طلاب من أكاديمية أبليستي يعني الألعاب مالهم، هذا شاريته ما بحارمين الموظفين من شيء، هذا اللي أبوي بيتابع كاس العالم مسوي لهم أبوي. هذا الحين شوفوا التصويري أنا من دور ما يندرى بكم، شوفوا عادة كم حجم هذا التلفزيون، كل أبوي الموظفين كل الإسعاد الموظفين يعني مهتمين ما شاء الله عليهم بكل شيء كبيرة وصغيرة. على فكرة ترى إرضاء الناس غاية لا تدرك، إرضاء الناس غاية لا تدرك، ما بتلقى أنت أي إنسان يشكر على كل شيء، لازم بيظهر لك خلة في كل شيء. شو الناس يعني بتسوي؟ ما تروم ابوي، لواد ابوي ما ينزل حاميتهم الا التراب. استغربت يوم يقولون والله الموظفين اللي في طيران الاتحاد ما يتمللون، ترى ابوي مكانهم شرح، مكانهم شرح، المكان الشرح الواحد ما يضيج، شو المكاتب هذا يواجه على الثاني، وكلهم طلقات ما شيء
مدسوس ولا شيء ما حد يشوفه ولا والالوان المحطوطه كلها الوان فريحيه، ما شيء الالوان الشابيه اللي تجيب الكدر وتجيب الضيق. ترى نصيحه لكل انسان عنده مشروع، لا يحط الالوان الغوامج، الغوامج ابوي لاحجين عليها، الغوامج بتيل سوي انت تدخل قبرك لين ابوي يوم يبعثون بتازم لك كله في غامج بغامج الا من رحمه ربي. الله المستعان. 1 2 3 4 5 6 ايوه تحرصت قي، حتى ديكورهم كل ينطق بالحقيقه، شيء طبيعي ابدا، ما تقول هذا تصوير. وهذا بارك الله فيكم المكتب التنفيذي لطيران الاتحاد. سد الارواج يا ابو زيارة كانت بمنتهى الروعة نسبة لي، أنا قمت بزيارة لمبنى طيران الاتحاد، شفت المبنى وشفت المبنى طلق للعرب كلها، اللي يبيي يدل الدرب واللي بيسير يدل المكان، والمكاتب طلقة والبيوت طلقة وكل شيء طلق للي يبى يسير يتفرج. معلم معالم الدولة، وهذا مفتوح لزيد وعبيد، الناس كلها تسير ما بلا أنا فصرت تفرجت، شفت الألوان، شفت الطيران، شفت مكتب اقتراحات، شفت مكاتب بيقابلون الناس اللي يبون يستفسرون، كل شيء موجود عندهم، ما في شيء مش بالغبة ولا داسينة، لا كل شيء علني محطوط قدام يات الله وعالم. فالحمد لله انبسطت وكان عندي وجهة نظر وعديت اللي على اللي ياخذون وجهة النظر مكتب انت المقترحات، في كان عندي شيء وبس خبرتهم فيه عنه، قالوا لا والله موجود انت اللي ما انتبهت. ويوم راجعت وراوني ترى طلع ابوي موجود في كل الصالات، الشيء اللي انا كنت ما اريد اتحريت مش موجود، والحمد لله الخدمة كل الخدمات موجودة، كل الخدمات موجودة عندهم في طيران الاتحاد، ما شيء قصيرة، كل شيء. بالعكس توجد خدمات مش موجود عند أي مكتب طيران في الكون أو أي شركة طيران في الدنيا العودة، منها أحب أخبركم. هذا سيري الحين ظهرنا في مكان وسايري مكان، هاي دائرة التخطيط العمراني والبلديات، بلدية مدينة مدينة يا ربي دري الشيرة، بلدية مدينة أبوظبي. أيوة أحلى شيء عاد المراجع ما شاء الله منور يا حق محسن. أقولكم منطقة انتظار السيدات، هذا أبوي ما سيداتها هذا ممنوع حديث. أقولكم بشرح لكم شو اللي موجود أو شو اللي يقدر الآدمي المواطن اللي عنده بطاقة صرف مواد غذائية مدعومة وين يقدر يصرف في حال أن المراكز الرئيسية مبندة. أنا كنت أتحرى يعني بس في المراكز الرئيسية، طلع لا، طلع بإمكان أنك أنت تستغل السوبر ماركت اللي موجود في سبا. بعدلكم اياها كلهم بالضبط بعد شويه. تعرفون شو معنبي انا حين معنبي؟ الله يحفظكم البلديه صار دريول شال بطاقه شو اسمها البطاقه هي؟ بطاقه المواد الغذائيه اللي تبع كل مواطن. في يوم صار حق مواد المكتب الرئيسي اللي في مصفح نحن نصرف، يوم صار لهم قالوا له لا ابوي عليكم بلوك انتم بطاقتكم. شو هناك؟ قالوا والله شيء اجار مال الأرض الصناعية مالتكم مش مدفوع، غيروا بدلوا قالوا ما بمدفوع من سنتين ما دفعتوا. فهذا معناته في المواضيع كلها استوى ربط، اللي عنده عقد أبوي ترى ما بدافع عنه، واللي عنده أبوي مخالفة بيكون، واللي عنده ما جدد سيارته هذا أبوي لا بيروم يسافر ولا يصرف ولا يتعالج لين يبريد امته. مال الناس للناس، مال الناس للناس، الناس أبوي تبع حقها مثل ما أنت تبع حقك، الناس تبع حقها. قال الدريول والله بابا ما طاعوا،
اسمك عليه بلوك. يوم جيت ابوي ولانه ترى صدق من سنتين ما تجددت الارض، والارض هذه الله يحفظكم حياه ابوي. ابوي حين مات من 35 سنه او 37، وهالارض ابوي دخلها كله تسعيله من الاجار القديم. ويلا يلا تونا بادين نظهره المتجر، تحيدون هالعام اللي صورته في فضل المنازعات، بعدنا لينا حين ما استفدنا شيء، ولينا والحين بسدد كم 55 الف اللي بديهن ابوي مال الاجار. يا ربي عسى بفتشون عن اسمي، لا لا برو مسافر ولا برو مسير ولا برو مي، ما باليد حيلة. عندك تاكل؟ قال لا. عندك تغرم؟ قال هي ها والله اني دافع عنهن دبقة كم اكثرها. لكن شو سوي من الغلبة؟ هذا قانون يسري علي وعلى غيري. والله يا ابوك الموظفة قالت تقول بطاقتك اكثر عن 50 ألف ما تظهر. والله اني ظهرت البطاقة الثانية ما تلكاش، هاك ما للدخار يودنهن لليوم الاسود، وشدنها ابوي شلبتن. يا الله مقواك، الله يحفظكم مدير الفرع الصغير السبوسي. شكرا على الخدمات اللي تقوموا بها للمواطنين والمراجعين، وشكرا يسد ابتسامك انت الصغير، ابتسامك روح تطرد الفقر 40 سنه. يعلى الله يحفظك، مشكور يا الصغير. ومتى عاد عندي بك انا؟ متى ما تلاقينا؟ 5 سنوات. لا لا خلى لك عيونك وين من 88؟ لا اله الا الله. فاللي عنده منكم بطاقه المواد الغذائيه، وهن مراكز اثنين انك تسال اللي تستفيد منهن، واحد منهن اللي وراء وكاله حموده اللي في المرور، والثاني ترى في مصفح. انزين هذا وقت دوامهن من السبت، من الاحد لين الخميس، من الاحد لين الخميس دوامهن الرسمي من 7 لين 3. انزين حد من العرب يقول لك والله انا في دوام ولا اروم اخذ سامان، ابوي مالك عذر، تبى السامان المدعوم لدعمتنا الحكومه، تصير بوي جمعيات سبار. جمعية سبار هاي واحدة منهن أفرحن، واحد في بني ياس، واحد في الشامخة، واحد في الشهامة. انزين واللي داخل أبوظبي جمعية أبوظبي التعاونية، فرع المينا، فرع النادي السياحي، فرع المرور. مرة مالك عذر ولا لك علته، كل شيء الحمد لله متاح. يلا بارك الله فيكم، مساكم الله بالخير. هذه الله يحفظكم بطاقة صرف المواد الغذائية في أبو ظبي. يوجد مركزين، مركز واحد الرئيسي في مصفح، والثاني وراء وكالة حمود بن علي في المرور. فدوامهن من السبت، من الأحد لين الخميس، من 7 لين 3. في حال الإنسان موظف مشغول ولا ما عنده وقت يجي، شيء بوي جمعية سبار اللي موجودة في بني ياس الشامخة الشهامة، وجمعية أبو ظبي التعاونية موجودة في مينا نادي سياحي المرور. فمالك علته الإنسان إذا إنه مشغول ولا شيء يروم أبوي يصير الجمعيات ما بعد الدوام الرسمي. هذا متاح موجود وخدمة من البلدية لكل الوادم اللي عندهم البطاقة هذه. بارك الله. وكل هالمبادرات اللي أنا أسويهن وسير ما أخلي بقعة، كانها شركة، مؤسسة، دائرة حكومية، أسويها في حب الله مني إلي. ما حد يحين هاي الهل بالبلدية، وقسم بالله العظيم ما حد يدري منهم أني أنا جاي، ولا حد قايل اللي روحي عافد عليهم بشراع ومداف. وقلت لهم أبوي أنا اللي أرمس عنه، ما في شيء خاص بموظف الأشياته، روحي أرمس عن الخدمات اللي تقدم لي أنا ما بمواطن، أنا حالي حال مواطن، الناس كلها واحدة حين، ما حد أبوي درجة فوق درجة تحت، والبطاقة هاي تنصرف للعالي والداني والقاصي والبعيد والجريب. فلذلك الخدمة هاي في حد ما يعرفها، فضروري أني أتكلم. المنبر هذا منبر التواصل الاجتماعي يوجد لخدمة المجتمع في الأشياء الزينة، ما في الحسد والقال والقيل والرمسة الفارطة والشيء اللي ما لهم عنه. لا لا دمي، إذا ما تشكر للناس ما تشكر لله سبحانه وتعالى. هاي خدمة يؤدونها للمواطنين بيهم مشكورين، معلوم انهم يتقاضون رواتب، معلوم انهم موظفين في لكن لازم شكرا. شكرا انا اقولها على السناب، شكرا اقولها على اليوتيوب، شكرا اقولها على حسابي في الانستغرام. انا شي طبيعتي من يوم انا ياهل قبل ما يظهر السناب يقولون انت تقدر من الضباب، لا والله انا لوحة تقلاسمة الحمد لله والشكر.
لازم لا يشكر للناس لا يشكر لله سبحانه وتعالى. وشكرا للبلدية أبو ظبي وشكرا لكل الدوائر اللي في الدولة اللي تخدم المواطنين بإخلاص. يسد كم يسوى يوم بتي مكان بتلقطها شوف النظافة الدنيا كلها تلق تتصالق غير البقع اللي من غير من تيم حتى تخاف تنش من كندورك بيضة وشي لاصق فيها من كثر القدارة اللي عندهم. لكن الحمد لله نحن دولتنا الدولة عندنا مهتمين تركز حتى على لبس الموظف شو ريحه عطره نعوله كندورته الموظفه الكرسي اللي تبي تجلس عليه المراجع لهالدرجه الدلال ها شوفوا ها وينها تو كان هني والله وين وديت الدلال انا ابو حالك ما كان دلال هني ولا لا وين سارن يا راجل اي والله حتى الدلال موجودات الدلال وكل شيء عصير اللي تباه كله موجود عندهم بارك الله فيهم. مهيب كيف حالك؟ كم دقيقة حني خلي ترتيب؟ 4 دقائق شوف ما شاء الله مطار مدينة محمد بن زايد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ها مطار 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 لا تقولوا ما حق قال لكم شوف الدنيا مطار ما شاء الله ما شاء الله كل المكان اني ليه تبين هاك يا هالطنيحة كل المكان 4 دقائق تبرد الدنيا كلها على الزراعة 4 دقائق محسن تعال خلي الورق هناك خلي الورق هناك اربع يا الله خايف من التخر اخذ اركض يا الله يا الله يا الله ما هناك اقايا هو لك يعني اقايا هو ها شفت المنقاية بسم الله ما شاء الله شفت الحجم شفت الحجم وعقل الله ما لحس كذاب تحسد ونص بعد تكذب اللهم لا حسد كذب لا بسم الله ما شاء الله اقول ايوه مش ميه مش عياه بلاك تعال شه لسانك طيب يلا عدي يا اخوي عدي قولوا ما تشوفون المطر ها هذا المطر هذا مطر مدينه محمد بن زايد ما شاء الله اتمنى انكم تشوفون روحي والله ما اشوف شوربتي ودواركا وات كايند اوف سوب ذس وان سبينتش yes. سبينتش وهذا اللي تشوفونه كل ما مش وديني نت باسيلا ولا بلوبيا ولا فاصوليا لها اسم شي شرات اللوبيا هما بلوبيا رفاع شيء من هالقبيل وهذا ابوي شوربه سبانش سبانش اللي هي سبانخ بارك الله فيكم الزبيدية اللي خبرتكم عنها لكن مقلاي شو يوم الزبيدي ومقلا شو حبلها حبلها منها وفيها شوف الحبل داخل قادي لونه حمر 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 ما زين هذا الحبل ابوي وهاي الزبيدية وهذاك ابوي بعد مسوي شيء مطير ما تشوف اشياء وايد واهم شيء عاد هذا مفاجأة الموسم هب العود ايوه هذا ابوي راس اللي هي ذره العود راس اللي يدرس متشتون العود هذا راسه الحين عاد بنفصل لكم تفصيل الممل الله فيكم هذا الراس اللي ما عقبه راس هذا الراس اللي مره يقولك العظام هاتي هذا هو يطرونه يصيحونه يغنون له بالاشواق هذا ابوي الراس هذا الراس اللي يخبرون يطرونه العرب كلها وعن طرف الحمت الفتش احنا تشوفونها شوف الحمت الفتش عادة انت ايوه غير ورش دياي الحمت الفتش روحها شوفوها ايوه هاي الحمت الفتش هاي روحها عبارة عن ستيك في المطاعم هالكبيرو يبونها ويقولوا لك والله هاي ستيك وبهايش الحكي ها شوفوا الله يكرم هذا ابوي هاي الحمت الفتش مات القبارة كبر راحت اليد الحمت الفتش هذه الله يحفظكم ما يسووا لها خاب وطاب واحد واثنين وسلوا تعال ها مرة واحد واثنين ها
الناس يقول والله نحن ما تعيبنا لحمة الراس، لحمة الراس أخير بلح فيه كنت هي الاسمجة في الراس، كان هالشحمة اللي موجودة في العين أو يخنت الحمة هاي البلح الاسمجة اللي في الفتش تحت الساطر بين العين والحنج توجد هذه، هذا موقعها، هذا موقعها، توجد يوجد طعم. ها شوف الكمية الدسم، ها دسم بطريقة خيالية. يحفظكم أي احتفالية جلع شحمة العين، جلع شحمة العين الله يحفظكم. روحه هذا مهرجان، هذا روحه مهرجان وله طقوس وله قوانين وله أشياء. ها شوفوها، ها شفتوا هاي يسمونها الجوهرة، هذه بعد هاي تبع، ها هاي تبع لحمة الراس ترى، ها هذه. سلم عليكم العين، بارك الله فيكم. يسألونك على العين، ها هذه هي العين، شو شحمته، يا سلام سلم، هذه شحمة العين، شوفوا شوفوا هاي كلها، هاي هي شحمة العين. ها بعد لا ترمس ولا تقول إذن، ها تظهر بس القرف اللي داخل، هذه سواء البياض هاي هي اللي تظهرها، هذا مال حايب ماشي يطح كلها. هاي تغدي دلقومة وحدة، لقمة وحدة، لقمة وحدة، ولا تسوي لها سر وتعال وتجلس تطالعها. بعد هاي ترى ما يلوشونها في الثم، ما تلاش، شو السبب؟ لأنها بوي شحمة، شحمة صاروطي. أقولكم حد ظهر لي بوي شريك في هالعين الثانية، ما بهاينا علي، لكن شو أسوي؟ فدوة 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 عن من بشارتني. ها محسن تمي، بسم الله الرحمن الرحيم، بلاك نطير عيونك. نعم باكل واللي ياكل شيء هج عيونك. يلا في العافية يا عبد، شو اسمك انت؟ شيء طبيعي مش محسن، عاوز تاكل من اللي انا باكله ده؟ لا ليه؟ مش عايز باكل وهو وده بتعرف منه يعني؟ لا مش بعرف، مش عايز يا راجل يا كذاب، بحب السمك. عاوز لحمة. عايز لحمة. الحمد لله ولقد انتصر الحق على الباطل، الله فك سعيد من عمه وقالت ابوي ما تبى لحمة العين، شحمة العين خلها لك انت بنقمة، لكن انا عادة ادورها من الله. فهذه يا سلام، شو عاد يوم زادت النضوي يغدي تغدي قاعد شحمة العين ترد بحمرة، شوفوا شو ما زين، حرام ينك كأنك فالق دانة، هاي يقول فالق دانة، هذه هي الدانة اللي يرمسون عنها، الدانة هذه هي الدانة اللي يرمسون عنها. تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله. هاي بوي هاي العيد، حد عنده شك بمقدار الأناسة والسعادة اللي أنا فيها الحين على هاي اللي تشوفونها؟ أنا كأني فالق محارة، كأن ظاهر أمر تخصيص أرض تجارية على هذه. أنا عندي أنا في نظرية عبارة أمر تخصيص أرض تجارية للخالد الخالدي، عندي هاي اللي تشوفون أنت يسوى. أوه شحمت العين، يا الله هذا الله يحفظكم، مرود الرأس، هذا المرود، هذا هني كانت العين، وهذا سمعتوا هذا العرف اللي فوق، عرف اللي يظهر العود هذا، وهذه الله يحفظكم هذا بلح الراس اللي من فوق، ها شوفوا ايش قايل، روح ينفسخ، يا سلام، ها ايوه، وهذا الراس روح السمك اللي من غير هالطويل يظهر، وهذا ها حيث ان السمكه بالغه كامله، شوفوا هذا روح يسد ادمي، والمخ هذا حين وقت التمصميص، قال والله ما حد يمصمص الروس، لا يمصمصون القناقين، يمصمصون كل شيء الا من عيوب الناس نفكر، من عيوب من عيوبنا نستر. تمصمص راس يا محسن؟ لا الحمد لله اكلت، مش عيب يعني. الله يحفظكم، بعد تو نوع من انواع البسكوت شي مسوت لنا محشاي بينت بتر،
ايه محسن نمره واحد تحفه كذاب اه والله دي وهذا لا ما دقش لا دق دي هاي غريبه هي غريبه يلا ما عندنا ها أه؟ شكلها اللي عندنا غير اللي عندكم مغشوش مضروب يلا ها شو جنن صح بعد حتى ما هو حال لسه ما تطعم استطعم ان شاء الله باسم نخليه اذا تسوي لنا هذا بعد صينيه حق البحر اذا الله راد هي تخدمه تحط فيه بينت بتر نحب نقولها ابوي بدل البينت بتر حطي رحش بيغدي احلى بنسوي نمونتين نمونه بينت بتر طرف والطرف الثاني رحش يلا فين يا من عمل القصه تحت دوار تاك تايم اشوف يا برينج تعاد وانت اوبنت فروم وير ذس وان إيران إيه بيت قبل صالهم إيران يا سلام يا سلام يا سلام يا حافظ على بيت خدمة بيت إيران هذا بيت قوم فوركتز المهم قبل صالهم بيت راشد بيت راشد أظني راشد راشد بن صالهم لا دوت سيدا مدام رو نيم بتذكر منو بخبركم هاي شو مضروبة دياية ظني ريحتها تضرب في خمرة الراس ها خدمة هلهم ما بخدمة مشاتير تراها مشكورين لكم المضروبة اللي توها جاي كان جاي بيت إبراهيم القبيسي مبارك بنصرهم القبيسي يرانا بيننا وبينهم بيت واحد هم في أول الشارع من الطرف هذا ونحن في أول الشارع في الطرف هذا بيننا وبينهم بيت أنا كويس الحمد لله فين أمك تكلم أنت قدامك قد إيه أنا بكلم التلفون الجاجل رياجل أكلمك أجيب خط أجيب خط النهاردة بإذن الله في مامتك في أنه دور في الثالث وهي في أنه دور هي ياشا لسه طالعة في السلم كانت بتجيب حاجة من الشارع يعني وطالعة مين ياشا أختي اسمها ياشا؟ آه اسمها ايه؟ رشا اغلب قفلت اللي تخبروا متى سفرنا تايلند تاريخ 5/8 نحن ان شاء الله طيارتنا تاريخ 5/8 في الليل طيارة الليل نصبح الصبح في تايلند بنجلس من 5/8 لين 15/8 بس في بانكوك نحن ما بنسي لا شرق ولا غرب نحن سايرين وسيرتي مخصوص هاي عسب صلاح حاشرني حشرة شفتوه انت ترى طول هالدهر وحاشرني ولا مالي خاطر اظهر منبوضة بهالايام برنامج بكرة ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين بنسير الله يحفظكم العين مثل ما تعرفون انا اي شيء جديد في حدث فنان زين يخص المجتمع والبشرية انا اكون سباق في اني اوصل الى هالمكان بشرط عدم ممانعة الموقع اللي أنا جايينه فتشاورنا وياهم قالوا لا والله أبرك كم ساعة أتي تخبر العرب نحن شو خدمات عندنا مستشفى بارجين فاتح مستشفى جديد كبير ضخم يسوى نوم العين بلاد من حجمه أدكاترته خدماتهم كل شيء فيه من أروع ما يكون كالعادة مثل ما عودتنا مستشفيات بارجين فالمستشفى اللي يرزق أنا تعناله وورمس من راس خالي ما يبالي أقابل الدكاترة وأقابل الإدارة وأظهر شرح تفصيلي عن كل كبير وصغير في هالمكان اللي أنا أسيله لأن شيء يهم الناس والناس تستفيد منها هبلنا مستشفى دائرة وزارة أي شيء في مصلحة عامة للبشرية أنا أسير شو بيطيح نصي بدال ما أجلس إلا قرقر وقرقر 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 والشيء الفلان والشيء العلاني لا والله أسير أطالع الأشياء المهمة وأمزر بها بوي حسابي والناس تسمع اللي عايز اللي بيسمع واللي ما بيعايز اللي خدها حافز محسن توا من ركب السيارة قال جملة أنت رحين هو البارح جاي في الليل ركب السيارة في النهار على عز النهار في نص النهار يعني
سرنا ويينا وشاف الحر وشاف العلم والخبر. الحين في الليل هو عاد في مصر في الليل من يعدي المغرب وساير الدنيا باردة، يعني توصل درجة الحرارة 25-27. يا محسن افتكرت ايه؟ افتكرت يعني افتكرت نار. انت عندكم 25 ابدا، انت 50 عندكم. انت كنت متوقع انه في الليل يكون شو؟ لا برد يعني عادي كويس الجو يبقى 30-35 مش 50. راكب العربية في تست لسه عاوز تقعد هنا؟ اه طبعا يا راجل بحب النار. منور الامارات يا حبيب محسن. منور كلها منور كابتن محسن منور. فاكر لما قلت لي كابتن 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 مساء فاكر شنو؟ الكذب اللي ما يوجه الكذب. محمد انت تداوم ولا تدرس؟ تداوم. تداوم تتمرن؟ كيف قادر تنسق؟ شيء وقت اللي بصراحه ما تفوته. اشكر فنك. محمد وين؟ بالضبط وين؟ شوف ريجكم شام ما شاء الله على الله يحفظك. دوامك بعيد عن النادي؟ ايه. شوف حيث انك تبع ما بيغلبك. الله يسر امورك. والله مخليني اتريا من هات الساعة. محسن. وين نفت؟ فوق. فوق فين؟ في الدوي اللي تحت الجيم. ليه؟ ليه مش انت قلت لي اتمشى شوية؟ وزين؟ ركبت البطاقة وتكلم اهلي وطمنت عليه الحمد لله. سلموا عليه قال الامارات كلها. والشارع هذا ابوي هريس. هريس شو اليوم اسمه هذا اللي انت مسوينه؟ تشيكن ترياكي. ها صوت nobody's hear you. ترياكي تشيكن. ترياكي تشيكن. تشيكن what does it mean? Is it grill or all everything here grill even this one? هذا فراي. يا الله يغربلك. هذا فراي ودي ذيز هذا all grill. شور يا ويلك اذا ما بقرن. وحق محسن this what for محسن same like curry the same curry but chicken also no فلفل. بون ابيتي يا اخويا. الله يرحم ايام الطعميه. الفول. ثانك يو هريس. بكره شو غداي؟ ايوه انا بكره بكره قبل حمل. لا بكره غداي في العين. في العين ان شاء الله الغداء في العين. ثانك يو ثانك يو ثانك يو. هذا الله يحفظكم. اليوم عاد لا بد ولا عذر من الخروفه. كلت ويوهي العرب ويوهي كلت ويه العرب انك كيف الحين انتم مكملين يوم 80 بخروفه 80 بخروفه واليوم بعد زاد الحمام ثالثه. محسن وصل وبيشغلني. قلت له ابوي تم هناك معزول علي خلني ابوي اليوم اعد خروفتي على العرب وان شاء الله انها بتكون خروفه مختصره وخروفه زينه. وهي مقال وقالت انها عرب وايد يا غير انا بعد فضلت اني اعدها عليكم. هي اسم الخروفه خروفه ابو الكراعين. خروفه منو؟ ابو الكراعين. هذا الله يحفظكم. القصه وبما فيها رجال رجال يملك خير من الله يملك مالا يغطي مطلع الشمس يا غير حريص حريص زيادة على اللزوم حريص لدرجة البخل حريص لدرجة الشح مش حريص عادي زاد على مرحلة الحرص بالبخل الشديد. فلذلك من يشتد الادمي في الحرص يوصل إلى مرحلة البخيل وبعدين يتطور إلى مرحلة البخيل الشديد فيستبخل على أهل بيته على دمه والحمه. وين ساير منا؟ عشان اكح شباب اشقم تكح تعرف حدالي ما يخصك. وازم الادمي هذا من البخل والشح اللي فيه ما يجيب حق بيته الشيء الطيب ما يجيب لهم الا الكراعين كراعين الذباح. وين قصاب؟ وين شيء قصاب يعد ويذكر يعنيله يعنيله لين مكانه ويجيب الكراعين من عنده على من يمعه لين يمعه. وكانت حرمته وعياله راضي بحكم الله وراضي بقدر الله ان الله كتب لها هذا الريل. والريل الحين ما بنعال ولا كندوره الحرمه بتلبس ما يازت لها كندوره بتلبس كندوره ثانيه. لا هذا خلاص شيء كتب عليها ترضى به ويدافنون يا هي تدفنها يا هو يدفنها ما لها الا الصبر. الحرمه خلاص
حصلت ريل، ريل ترضى بزينه وشينه، والحرمه هذه خذت الريل هذا واصبرت عليه وعلى بخله وشحه وآدمي مثل ما قلتوا راضت به متكلة على الله. وريله الله يحفظكم مثل ما قلت لكم من شدة بخله متفق ويا قصاب، متفق ويا قصاب اني خطف عليه من جمعة لين جمعة، ما يجي في الايام العادية بس من جمعة لين جمعة، ويكون القصاب هذاك يقصب الذباح، من يقصب انباع اللحم كله ويخلي حق الرجال هذا الكراعين، ومن شدة حبه للكراعين مسمينه بالكراعين، وين ما يصير صيته ابو الكراعين، بالرغم من عنده مال المؤمنين والمؤمنات ومستبخل على عمره، شرعت حد من العرب انا عارف. والانسان البخيل ترى يمدح السلعه، يمدح السلعه هذه يعدلها في نظرها له وفي ريجه، ان ابوي الكراعين ما عقبهن اكله، افود عن الراس وافضل عن الكتف وافضل عن الفجره وافضل عن الوروك وافضل عن المعاليج وافضل عن كل شيء في الذبيحه، اخير ما في كنتي الذبيحه الكراعين. ولذلك ما تشوفون صار الحكام مصر يموتون في فتت الكوارع والكوارع، هذا حين تم يقنع فريجه ان هذا اكله ملوك مصر وعمره والدهر كله والسب الكراعي الكوارع، فاهل الفقارة استخلفوا والله عطونا على قد رمسته يعني على مع الخيل يا شقرا. المراد هو مضري القصابي من يمع لين يمع، يوم عد هاك اليوم تهلع واشتهى الكريعينات في نص الاسبوع، فسار للقصاب قال له ابوي انت مضرني تيني من يمع لين يمع، انا اود لك الكراعين الحين ابوي انا بعت الذبيحه كامله واللي اللي ياخذون حتى الكراعين اخذوهن، انت ما قلت لي انك بتي اليوم ولا كان اودت لك اياهن؟ قال لي يا ولد الحلال انا الحين مشتهنهن شو الكراعين شو اسوي؟ قال له الحين بخبرك، هم الحين في وين كانت الربسه هاي كلها؟ هاي كانت في دارين في السعودية في الدمام. قال لي سر القرية اللي عدانا اسمها عنج، هاي بلاد بني خالد هناك في الدمام. قال لي بتصير عنج، من توصل عنج بتلقط القصاب لفلاني، وإن شاء الله إن شاء الله كان لك نصيب بتلقط عند كراعين. توكل على الله وقبض طريجة جدا وين جدا عنج. تعال دل وين بتودي؟ أوكي. الفندق زين؟ أيوه. أوكي. زين الصبح الساعة 8 تيبه. أوكي. الساعة 8 بكرة بودي بنسير دبي. ها؟ أوكي إن شاء الله الساعة 8. هي. أوكي. الساعة 8 تكون لابس وزاهب. حقي زين الساعة 8. شو اسمك هذا؟ شو اسمك أنت؟ رشيد. 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 الساعة 8 تيبه بالضبط. أوكي إن شاء الله. تيبه هني ها؟ أوكي. هي توكل على الله. يا اخويا 8:30 اكون عندك هنا. ماشي يا اخو. يلا يلا تصبح على الله يرحم. الله يرحم. يلا بالكراعين الله يحفظكم. ما كذب خبر، قبض طريج لين وصل عنج، وصل عنج ويتصاب سيد عند القصاب. قالت يمه الله الله في ابا كريعينات. قال ابويا لو انت مجدم خمس دقائق لحقت عليهم، توهم بتاعات الكراعين يا تبوي حرمة عييز ومتهلع على كريعينات وخذت. قالت لي تيمل يا ود، قال لي تيمل يا ود الحلال الله الله في انا جاي انك ابوي من البقعة الفلاني لين واصل لين عنج من داري لين فتش يعني. قال لي عاد شو اسوي له الحين ما عندي. قال وين تنصحني؟ قال لي انصحك ابوي ما يردك راد عن راس تنوره. راس تنوره بوصل لراس تنوره. قال لي كان تبع وشد النبوية عقد الرحال وشد ربط وزارة على بطنه وسار جنراس. وصل لين راس تنورة والسب شو متهلع على الكراعين. وصل راس تنورة وتصاب بعد سيد عند القصاب. حينه وين وصل؟ وصل ابوي راس تنورة، وهاي ثالث مدينة أو قرية وصلها.
يوم وصل ابوي ولان قال له القصاب قال اليوم بالكوفه محن في راس تنوره ما شيء ذبح ما حد يذبح اليوم اليوم بالذات ممنوع جاي امر من الامير امير راس تنوره ين ابوي ممنوع حد يذبح الدم ما يسيل هاليوم عندهم ما ادري شو كان قانونهم هاك السنين اللي خطف هاك الوقت اللي خطف قال لنا احنا في هاليوم في راس تنوره الدم ما يسيل يا ابوي مرفوق رفجه ان الدم ما يسيل يوم هذا اليوم هذا اللي انت فيه خلاص ضاع عليه الوقت والكراعين ضاع عليه لا هو من الكراعين ولا هو من المدى الطويل اللي يقطعه فحين امسى عليه المساء وطاف عليه اليوم فاحتد انه يبات في راس تنوره اذن المغرب فسار ابوي صلى جماعه في البسيط عقب ما صلى وعين من الله خير ولن هالرجال المجبل عليه طوق وعرض وشكل ورنق وهندام وشكل جميل واطراف فنانه وكل ما فيه زين والرجال ويها يطرد الفقر 40 سنة سلام عليك قال عليك السلام رد عليه هذا بالكراعين عليك السلام وتراد الحال وياه فرح بالكراعين بالرجال هالياه قال له عاد حيدون عاد السلك الاول قال عليك رفجه انت شكلك غريب لكن عليك رفجه لانك انت انك تيت تقهوى عندي البيت هذاك ابوي ما كذب خبر نازل محصل محدار قطو وفارن بمصير هي نعم والكراعين يني نونه ابدا هباب ما قال هالكلمه لانه في علباه قال توكل على الله وصلى الله يحفظكم بالكراعين بيت المضيف عند الرجال المضيف اللي ضايف لنا هو وازه بي جهوي فنيال من فنيال لين فنيال من فنيال لين فنيال سالفه سايره وسالفه جايه شوي ولن ادى العشاء قال المضيف حق الكراعين اسمع يا هب الريح سر ابوي انت المسيد الحين وصل العشاء وحياك على العشاء يا الله يا نينون بالكراعين ما صدق تمسح ما تمسح هاك الوقت الله اعلم به من الفرحه بيتعشى بيتعشى بيحصل عشاء وتوه متجهوي ومعيد من الله خير وكرم هالراس تنوره ينضرب به الوصوف ما يباله كلام لا يختلف اثنان في ذلك هل المملكه الله يحفظهم كلهم اكرام يا غير يتميزون هالراس تنوره بالكرم الكرم عاده الحاتمي اللي يصيحون من يضرب الوصوف كرم هالراس تنوره قال توكل على الله ساع وصلى وعين من الله خير ورد ابوي قرب الميلس امره بالعشاء يتاج الصينيه ما يشلونها نفرين لكن عليها ذبيحتين مفاطيح اثنين هل السعوديه من النوادر يذبحون التيس من النوادر كرامه ضيفهم لازم خروف كل من كبر الجفل كل من زاد قدر الضيف كرامة الضيف عندهم الخروف لجفل عود وكل من كبر حجم الجفل معناته ان الخروف سمين هرفي المراد ما بهذا موضوعنا ولانهم متخالفات ابوي مفاطيح اثنين على هاي الصينيه ينينون بالكراعين هازم عيون الدور كانها بنكه تحر عين لص بعيد الشر ذبيحتين من ينا جاي ادور كراعينات الحين قدامي ذبيحتين سبحانك يا رب انك ترزق من بغير حساب الحمد لله اللي رب العالمين اعاضني من عقب الكراعين مفاطيح اثنين ودق باللكل دق ما حد الا هم اثنينه ما حد الا هم اثنينه ما عنده ضيفان لو حد بقول لك لكم مذبوحات هاي الاثنين كرامه لكن انت يا ابو الكراعين دق وكلين اعتدلا اضلوعه اضلوع البنادم ترى بحيسات بنادم كل بنادم كل الوادم كان انتم بعد غير شيء اخر المراد اعتدلا اضلوعه من كثر الصراط من كثر ما حشى بطن الحشي خلص من الاكل وشبع اخروا ابوي الصياني اخروها صينيه المفاطيح تتوتب
ولان يا ابوي صينيه كم كبرها بعد يميع الخضروات فاكهه. كان متعجب بحياته ما شاف هالشيء، يسمع عن هالشيء ان يقولون في الجنه ولا على الطبيعه. شوف العين ما شافه، هي من البخل اللي فيه، من البخل. وازم دخل ما تدخل، دخل ما تدخل، يصرط شيء في ثبانه وشيء في لغبه وشيء على فتوته. شو بقولكم، امور استوت. لكن بالكراعين الله يحفظكم لغب، وما بلا لغب، عنده فضول، سؤال يتقرقع في كبده يبي يظهره وما برايب. شوي يود عمره بيظهر وبيقول، بيظهر وبيقول، بقول ما بقول، بسأل ما بسأل، بسأل. قال بخبرك، انت حين خبرني، انت حين انا نفر واحد وذبحت لي خرفان اثنين وحطيت لي صحن خضر هالكثر، انت من وين لك هالمال؟ من وين لك هالبيزات هالكثر؟ من وين لك هالخير كله؟ هذا هالمكان العود وهالخير اللي عندك وهالكرامة اللي أكرمتني إياها وانت ما تعرفني، هذا وانت ما تعرفني، ذابح لي خروفين. عيل انت لو تعرف ملك ياجنك ولا شو بتسوي؟ انا حين واحد شايف انه في المسيد وهالنمونة سويت له. سامحوني اتأخرت عليك، ما عليه العذر والسموحة. فاجتله الفضول بالكراعين، اجتل الفضول، فعزر على الرجال اللي هو ضايف انه، انه اللي مستضيف انه، قال الا تخبرني هالبذخ وهالخير وهالدنيا وين جايت انك، وين جايك هالشيء اللي تصرفه انت؟ قال ما تشوفني، ما تشوفني، طولي بويشنك بن عنك، مترين طولي، مترين ستة اذرع طولي، شوف بياضي، شوف كلامي المعسول، وشوف زيني، وشوف رزتي. كل ما يالي أدور أبوي الحرمة الأرملة، ولا أدور إلا أرامل التجار، وكل من أبوي أجبل على أرملة أكرمها بالحديث والرمسة وبزين اللسان، وأرمسها بالرمس الذربة، وعيش شعيشتن ما عاشت عند ريلها الأولي الغني. فالغني هذه بوي من تشوف الطيب وتشوف العدل وتشوف الزين اللي فوق، اللي فوق، اللي فوق الخيال. ابذخت علي بالصرف ما وراها ودونها، وتجلس تصرف علي بعينها ومعينها لين اخليها على حصير الفقر، وعقب ابوي اطلجها وادور حرمة ثانية. وكذا الامثال، وكل يوم اسبوعين، شهر، شهرين، ثلاثة، كل ما حصلت أرملة واحد من هالتيار سرت وتغزلت بها وشافتني واشتحنت بي وانجبرت وكدت علي ما وراها ودونها ريلها، وتكد علي ما وراها ودونها. شو تبى تسوي؟ من بغى شيء ودر شيء أبوي، من بغى شيء ودر شيء، من بغى يركس، من بغى سموني يركس، كل شيء ولا شيء. قال لكن بتخبرك أنت، هذا الرجال يقول حق بالكراعين، أنت شو جاي تسوي هالبلاد؟ قال والله أنا جاي عندي تجارة وريال أطالبه بيزات وما لقطته، وأنا أبوي أذن علي المغرب وتراني تلاقيت وياك المسيل وانت قربت فيه، زاك الله خير ما قصرت، ولا أنا ريال فوقي خير وتحتي خير وما علي قصيرة، فلذلك أكرمه كرم التجار. فرد قال لعادة، قال وأنا كل من خطف وقت خذ لي وحده من هالارامل اللي تكون، اللي تكون مترمله من ورا واحد من هالتيار، ويلس وخطب بها وتغزل بها وعيش عيشت ما عاشته، تصرف علي ما وراها ودونها لين تفتقر، من تفتقر وطلقتها ودورت ارمله ثانيه. لكن الحين انا اخبرك اللي عندي هذه عندها تلايا منحه، تلايا من حمرة عندها شيء بسيط تامحينه، شد فسفست ما وراها ودونها. لكن أنا موصوف لي رجال في منطقة عالي بلادنا ينقالها دارين، ودارين هاي فيها رجال يسمونه بالكراعين، يقول لك عنده مال المؤمنين والمؤمنات وعنده حرمة يقولون انها زينة، وأنا أتريى هذا بالكراعين يموت
وبس هي حق حرمته باخذها حق العب بيزات حق ابويا من يموت بالكراعين العب بيزاته واتشرغ من ورا حرمته هي بسير بخازلها وبتصقل لها بطولي وزيني بتشتحم فيي من اخطبها ما عندها خلاف فلذلك ابوي ما حاش ولاش طول حياته بالكراعين كل بيازم في بطني وبلعب وبكرم به الناس كلها يا الله يا حالة بالكراعين هاي الساعة آزم يا ابوك تحرى حد ضارب النب مربعة على خمرة راسه ضربة اشارات الدورة من الخبر والصاعقة ليته لا ردها عاد لا عدله ولا عوية هذا الرجال الضيف المضيف اسمه قرعان اسمه شو قرعان قال له والله يا قرعان هذه والله وظيفة زينة وشي زين انك انت منت تفلس بوحده صرت عند الثاني ترية تم تظهر من عدته وخذت وعايش على ظهورهن اسميك انت راعي بصري يا قرعان بات ما بات اصبح عليه الصبح ترخص ابوي من قرعان ويه ابوي جدوي دارين بلاد وين هو جاي وكان يوم جمعه وسيد اول ما وصل بلاده سيد صار عند القصاب اول ما قبل على القصاب كان يش القصاب ويعطيه الكراعين ترى مضرنا من يمع لين يمعه وهاك اليوم كان انه يوم الجمعه فيوم يا اعطاه الكراعين قال لا ابا اخير قطعه واطيب الحمه في الذبيحه في وين قال له الورج قال اي اعطني ورج شعده ما بدا قال لا الحين انا بالورج خذ الورج وصار عندهم عياله استعيبت الحرمه كيف يا ابو الكراعين ظهر يجيب كراعين اليوم جايب ورج هاي عجبت العجاب قال انا اقول لك تسير طبخي ومن تيب بخبرك طبخت ويابت الغداء وحطت الغداء تدعى قص عليها القصه قصته كامله ويا قرعان هو ما باسم قرعان قضعان ويا قضعان قال ابويا بشيرك ترى قضعان يترياني اي واموت وعقبي وبياخذ كنتي الحين الزام زامه كنتي لكن ابوي انا بتلاحق عمري وبفسفس فليساتي في بطني وبطن عيالي وبطن كنتي ولا يجيهن قضعان ويتمتع بكنتي ومن حلالي انا يصرف خلي يجي يوم بياخذك ما يلقط عندك حتى اردي لا والله يقول عاده بالكراعين لا والله انا ما بيمع البيزات هالدهر كله هالدهر كله بيمع البيزات وبي قضعان وبياخذك لا والله خلي يوم بي ما يلقط عندك شرخية تحكي بها عينك حين انا خبيله انا اني بيجمع هالبيزات هالدهر كله وبي قضعان وبيلعب فيهن لا والله خلي يوم بي ما يلقط حتى بيزه وهو يعد عليها السالفه عد عليها هالبيتين قالها لا تعجبي يا زوجتي من فعالي لقيت مالي لو بقى ما بقالنا نبي نبيد المال قبل يبيدنا وقبل يجي قضعان وياكل حلالنا يا الله يا الخوف من قضعان وقطعانه ويقول لك من عقب هاك اليوم آزم يصرف صرف البذخ وغدا مكرم الضيفان ومعشين الوادم ومغدنهم وعين العينيات للعرس ويكرم العالم كلها وهاي سالفة أبو الكراعين يلا وتصبحون على خير وإلى اللقاء إن شاء الله باكر وياكم الصبح وبنتلاقى إن شاء الله باكر وحن سايرين العين وبنرمس في الطريق وبنسير بويه شرق وغرب وما بنخلي بقعة يلا يلا الله يحفظكم.